عايزين طبعا في البدايه او في اخر كلامي في الجزئيه دي بتاعتي دي، عايز اذكر زميلي العزيز عمر ربيع ياسين اللي كان مكاني امبارح في برنامج كلام في الميديا، بشكره شكرا جزيلا طبعا على تواجده. عايز اعزي في وفاه نجم الكره المصريه ونجم نادي الزمالك كابتن علاء علي اللي توفى، كان خبر مفاجئ جدا بالنسبه لنا كلنا، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، عن عمر يناهز 31 سنه. واضح ان هو اكيد كان بيعاني من مرض ما، وما كانش حد يعرف، لكن كانت مفاجاه كبيره على كل عشاق الكوره في مصر، لانه كان لاعب مميز في الحقيقه، لعب في نادي الزمالك، لعب في بتروجيت، في طلائع الجيش، وكان لاعب مميز وكان لاعب كويس جدا، لكن عمره وقدره ومعاده ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه في سيح جناته. بنعزي كل جمهور نادي الزمالك، بنعزي انفسنا طبعا، ونعزي كل جماهير الكره المصريه، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له باذن الله.